السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ هانيين، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا في القناه، قناه اسماء دوغيون. البنات جيتكم بوصفه جديده اليوم، غادي نديرو ان غاتو او شوكولا ان بروني. البنات كيجي رائع هذا الغاتو هذا، وبسهل سهل التحضير، ما غاديش تحيروا معاه باش تحضروا. غنعطيكم المقادير البنات. عندي 200 غرام دو شوكولا، 200 غرام ديال الشوكولاته كحل البنات. عندي 150 غرام ديال الزبده، عندي 150 غرام ديال لا فارين فرينه، وعندي 150 غرام ديال السكر سنيده. وهنا عندي البنات انا درت 120 غرام ديال القرقع اي نوا دو بيكان دو بيكون باردون. البنات ديروا اي حاجه عندكم، عندكم اللوز، عندكم القرقاع، عندكم لي نوازيت، اللي كاين غادي ديروه كيجي زوين. وتقدروا ديروا ان ميلونج، تخلطوا القرقاع اللوز لي نوا لي نوازيت، اي حاجه عندكم ديروها. وهنا عندي جوج بيضات، وهنا عندي الفاني، جوز دو فاني البنات. واللي ما عندوش هاد الكوز دو فاني ماشي مشكل، يدير الفاني ليكيد ولا الفاني اون ساشي. وعندي قريصات الملحه، وغادي تشوفوا البنات راه سهل التحضير. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ البنات ان سالاديي، غادي نقطع فيها هاد الشوكولات، غادي نخلي هاد المورصو البنات، نخلي غير هاد المورصو حتى تنقطعوا طريفات صغار باش غادي نديرو في الاخر. وغادي ندير الزبده، وغادي نديرهم في الميكرووند اي يدوبوا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميكرووند ماشي مشكل، البنات ديروه غير في حمام مريم باش يدوب لكم هذا الشيء. صافي، غادي نديرو دابا واحد 5 دقائق في الميكرووند ونرجع معكم ان شاء الله. انتما البنات انا درتو ما كاملاش 2 دقائق في الميكرووند، ضاغي دابا معايا ما كيتعطلش. صافي، غادي نخلط هذا الخليط هكا باش نذوب مزيان الشوكولات. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش كيما قلت لكم الميكرووند ماشي مشكل، غادي ديروا الشوكولا في حمام مريم وتذوبوا. صافي البنات، ودابا غادي نخلي هذا الخليط يبرد ليا تماما. عندنا الصهد، غادي نحطو شي شويه في واحد البلاصه بارده باش يبرد. ما غاديش نديرو في الثلاجه، مي غنحيدو من حدا البوطو من حدا الفران باش يبرد ليا. صافي، ها نتوما كتشوفوا البنات كيولي على هاد القوام هذا. صافي، وغادي نخليه يبرد. ودابا فاش درت خليت الشوكولاته يبرد ليا، غادي ناخذ نوت بول وغادي ندير فيه البيض، وغادي ندير فيه هذاك السكر، وغادي نخلط هذا الخليط مزيان حتى يذوب ليا هذاك البيض. صافي البنات، من بعد ما خلطت البيض مزيان مع هذاك السكر حتى ذاب ليا، غادي نجيب هذاك الفاني تاعي وغادي نحلو باش ناخذ غير هذاك اللي لداخل. الفاني اللي لداخل هو اللي غادي ناخذ، غادي نكرطو. وبالنسبه للناس كما قلت لكم اللي ما عندهمش لو غوز دو فاني هكا ماشي مشكل، يستعملوا الفاني ليكيد ولا الفاني اون ساشي، ديروا ساشيه ديال الفاني. صافي، هادشي اللي كاين البنات، غنحاول نحلو مزيان. هانتوما البنات، كناخذ منه غير هذاك الوسطاني وغادي نزيدو على الخليط ديالي، غنكرطو كله مزيان بحال هكا باش ما نضيعوش، نديرو كله. هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات، هذا راه فريمون سي لو فري فاني، ليكستري دو فاني. هاد الفاني هذا جاي لي من مدغاسكار ودايره في لو كونجيلاتور، وشاك فوا كنحتاجو كنجبدو نخدم بيه. صافي البنات، انا كررت الفاني ديالي كله. البنات هذا انا ما كنلوحوش، كنديرو في لوبو دو تاع السكر سنيده تاعي، كنديرو في لوبو كما كتشوفوا معايا ها هما، باش كيعطيني واحد النكهه في السكر سنيده. غنزيد عليه سنيده وغادي نخليه، ما غاديش نلوحو باش يعطيني مذاق. غادي نجيب البنات هاد القرقع والنوا دو بيكون، غادي نهرمشو كما كنقولوا، فوالا ما نطحنوش باسكو الا طحناه غادي يولي لنا بودر بودر، ما غاديش يجينا كله مورصوات، غادي نخدموه غير بالموس. وغادي نكمل هذا الشيء كامل ونرجع معكم.
صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا معايا انا قطعتهم قطعته بهذه الطريقه. هذا هرمشتهم يخصو يبقى غليظ ما يبان ما يكونش غبره. غادي ناخذ واحد شويه كما قلت لكم خلط القرقع ونوا دو بيكون البنات. غادي نحيد غير واحد شويه باش نديرو من الفوق فاش ندير الكاطو ديالي في البلا. صافي وغادي ندير نفس الشكل الشوكولا تاعي. هاد الطرف تاع الشوكولا هذا حتى هو غادي نهرمشو بهذه الطريقه هذه. اوكي ما كتشوفوا معايا حتى هو قطعته. ها نتوما البنات خليته مرسوات شويه كبار. غادي نديرو في هذيك الزلافه نخلطو معاه. صافي هادشي اللي كاين البنات. ودابا غادي نكمل لاغوسيط ديال الكاطو تاعي. صافي البنات دابا غادي ندير هذاك الشوكولا غادي نزيدها على الخليط ديال البيض اللي خلطت مع الفاني مع لو سوكر اون بودر. غادي نخلط هادشي كامل. راه الشوكولاط ديالي برد هو الزبده برد تماما. تبداو بالشوكولاط هو الاول البنات كما درت انا باش يبرد ليكم. صافي يفو بيان غاكلي باش ما يدعش لينا هذاك الشوكولاط. نديروه كله صافي. وغادي نخلط هذا الخليط هذا هانتوما البنات. ما كرهتش ناكلو بالمعلقه هكا خضر. صافي دابا غادي ندير فيه قريصه ديال الملحه غير قريصه ديال الملحه البنات راس ديال المعلقه. وغادي ندير هذيك لا فارين ديالي حاجه ظاهره غادي نغربلها وغادي نخلط. صافي البنات غادي نحيد انا لو فوي غادي نخدم غير بلا غاكله تاعي. كيحتاج شي خدمه كثيره يعني اجهاد كثير كما نقولوا. صافي وراني غربلت هذاك الطحين غربلته غادي نديرو على جوج تاع المرات. يا البنات من بعد ما خلط لا فارين ديالي مزيان غادي نزيد هذوك النوا صافي وغادي نخلط. من بعد ما خلطت القرقع ديالي مع الخليط ها نتوما كيجي على هذا القوام هذا. انا ديجا وجدت البلاطو اللي غيدخل ليا الفران درت له الزبده ودرته في الثلاجه حيت عندنا الحال سخون 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 سخون. الا خليته بدرجه المطبخ فاش غادي نحط فيه الخليط هذيك الزبده كلها غتهبط ليا مع الخليط وانا ما بغيتهاش تهبط باش الكاطو ديالي ما يلصقش ليا في البلا. هادشي اللي كاين البنات درته في الثلاجه هو الاول درت له الزبده ودرت له في الثلاجه وعاد بديت كنخدم الكاطو. وغادي ندير هاد الكاطو تاعي هنا البنات غنزيد عليه هذاك الشوكولاط والقرقع اللي قطعت وخليته دو كوتي باش يجينا ان غاتو بيان غورمون بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نديرو في الفران يطيب ونرجع معكم في صحن التقديم. البنات انا خرجت الكاطو من الفران خليته حتى برد برد تماما كما قلت لكم خدا ليا 25 دقيقه في الفران. ودابا غادي نقطعو هذا هو الشكل النهائي البنات ديال البغوني ديالنا. كيجي رائع رائع البنات كيجي غزال صدقوني. اللي العشاق للشوكولا جربوه وردوا عليا الخبر. المقادير اللي عطيتكم المقادير اكزاكت نيشان. هذه لا غوسيت حتى هي سيتون غوسيت ديال المدرسه ديالي اللي قلت لكم. وهادشي اللي كاين وكنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وكنشكركم بزاف على المتابعه وكنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.